السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. المالية النيابية حريصون على اتمام تعديل قانون الملاك لرفع الغبن عن الموظفين. اكدت اللجنة المالية البرلمانية حرصها على اتمام تعديل قانون الملاك لرفع الغبن عن شريحة كبيرة من الموظفين، وذكرت اللجنة في بيان انها عقدت اليوم اجتماعا حاسما لوضع اللمسات الاخيرة على مشروع قانون تعديل الملاك. واشار رئيس اللجنة عطوان العطواني الى حرص اللجنة على اتمام التعديل بالصيغة الملائمة في سبيل رفع الغبن عن شريحة كبيرة من الموظفين. مجلس الخدمة يجري القرعة الخاصة الوجبة الثانية من حملة الشهادات العليا والأوائل. أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي عن إجراء القرعة الخاصة بالوجبة الثانية من حملة الشهادات العليا والأوائل. وقال المجلس في بيان أنه بإشراف رئيس مجلس الخدمة الاتحادية محمود التميمي جرت القرعة الخاصة بالمشمولين بقانون 59 و67 لسنة 2017 بخصوص الأوائل وحملة الشهادات العليا. وأضاف أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة الشهيد علي سعد النداوي بحضور عدد من الشخصيات الحكومية والنيابية، يتقدمهم نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي الرزوقي ممثلا عن رئيس الوزراء، ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، ورئيس ديوان الرقابة المالية عمار صبح خلف، ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي ليلى التميمي، ورئيس لجنة التعليم النيابية مزاحم الخياط، والنائب محمد البلداوي، والنائب رحيم الجبوري، والنائب محمد قتيبة. وبحسب البيان فقد قدم التميمي شرح مفصل عن الآليات المعتمدة في توظيف المتقدمين للتعيين من الفئات المشمولة، وحسب الضوابط والبرامج الإلكترونية تتضمن الاحتكام إلى مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الدرجات وحسب التخصص واحتياج الوزارات. ووفقا للبيان قدمت مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات مريم المعمار شرحا طريقة إنشاء الاستمارة الإلكترونية والتي تحتوي على معلومات وبيان شخصية وأكاديمية يضمن المتقدم من خلالها من حصولها على استحقاقه في التوظيف بشكل عادل ومنصف. الأمن النيابية تكشف أهمية تشريع قانون تقاعد الحشد الشعبي. أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو أن الفصل التشريع الحالي سيشهد تشريع عدة قوانين ومنها قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي. وقال في حديث أن البرلمان لن يتأخر بتشريع قانون الخدمة والتقاعد مبينا خلال فترة سابقة كانت رواتب الحشد الشعبي تعد عقودا. وأضاف أن إقرار قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي يعد إنجاز مهم وأساسي لمنتسبي الحشد الشعبي لكي يتساوى المنتمون إليه في الحقوق مع المقاتلين بوزارتي الدفاع والداخلية ويصبح لديهم قانون خدمة وتدرج وظيفي. وتابع أن مشروع القانون يحظى باهتمام السلطة التشريعية لضمان حقوق جميع منتسبي الهيئة إكراما وفاء لدماء وتضحيات شهداء الحشد الشعبي.